السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن موضوع مهم وجديد، هو موضوع تقليل سرعة الواي فاي من الراوتر لسرعات ال VDSL. لكل الناس اللي بتعاني من انتهاء الباقة قبل الشهر ما يخلص، او ان الباقة بتقعد معاك 15 يوم بسبب ان الواي فاي عندك شغال بنظام ال VDSL والسرعة الفيديوهات بتشتغل ل 720 و 1080، فده بيخلص الباقة بسرعة. ممكن تقعد بقى 12 يوم 15 يوم وتقعد طول الشهر على سرعة 256. ف عن تجربة شخصية، الحل بإذن الله هنعمل ايه؟ هنحاول ان احنا نقلل السرعة اللي واصلة للواي فاي عن طريق ايه. هنخش مثلا على الراوتر اللي عندنا في البيت، وهنكتب 192.168.1.1، وهنكتب بقى الباسورد، سواء ممكن يكون ادمن، والباسورد بيبقى مكتوب بقى في ظهر الراوتر. بتشوف انت الباسورد مكتوب في ظهر الراوتر، وتخش على صفحة الراوتر عادي جدا، مفيش اي مشكلة. بعد كده هنخش على لوكال نتورك، نخش على لوكال نتورك. من لوكال نتورك هنخش على الدبليو لان. الدبليو لان من دبليو لان اللي مسؤول عن سرعة الواي فاي، هو الجزء الخاص بمود. الطبيعي بتلاقيه في اي راوتر في دي اس ال، المود بيكون على الميكس ميكسد 802.11 بي جي ان، ده اللي بتلاقيه موجود في كل الرواتر. طيب لو انت سبته على، لو هو الافتراضي بتاعه كده بيعمل ايه بقى؟ عن تجربة شخصية، هو كان عندي الاول كده. لما انا جيت شفت السرعة على برنامج سبيد تيست قبل التجربة، كانت السرعة واصلة كاملة، اللي هي ايه، 30 ميجا، وساعات تعدي كمان 37 ميجا. تمام، طبعا دوت بيؤدي لان الباقه بتاعت الانترنت تشتغل على الموبايلات بتخلص بسرعه. طيب ايه حلها؟ لما انا بقى نزلت السرعه من ميكس 802 ل اختيار 802 بي اونلي، بس اللي هو اول اختيار 802 بي اونلي، السرعة ودوست تطبيق السرعة لما جيت جربتها، بس الكلام ده على الواي فاي مش على الناس الموصلة سلك. لما جيت جربت الموبايل على برنامج سبيد تيست، السرعة نزلت من 37 زي ما في الصورة الأولانية هنا، للصورة التانية هنا لخمسة ميجا. السرعة نزلت من 37 لخمسة ميجا. طبعا دوت يعني زي ما نقول عملنا عملية تحويل لراوتر من في دي اس ال لاي دي اس ال، للناس اللي كان عندها اي دي اس ال وتحولت لفي دي اس ال. كده حولنا الراوتر من في دي اس ال لسرعه الاي دي سي ال، عشان الراوتر حتى يقعد معانا مده اطول شويه، بدل ما بيخلص في خلال 10 ايام 15 يوم. فده يبقى حل كويس للناس اللي بتعاني من انتهاء سعه الباقه قبل ميعاد تجديد الاشتراك. ده حاجه بسيطه بالنسبه لتقليل سرعه الواي فاي لاي راوتر بقى عندك انت. هما كله الاوبشن بتاع الراوتر كله تقريبا بيبقى واحد، يعني هو بتخش على لوكال نتورك، ومن لوكال نتورك الدبليو لان، من الدبليو لان بتخش على مود، ومن مود بتختار بدل ما هو ميكسد بي وجي وان، هتختار بس بي اونلي، وتدوس ايه، تطبيق. هتلاقي ايه ان شاء الله السرعه ايه بقت 5 ميجا على كل شبكات الواي فاي، ودي ان شاء الله تساعد معاك ان الباقه تقعد معاك مده اطول. كده تمام. دي السرعة قبل التجربة، ودي السرعة بعد التجربة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك والاشتراك في القناة، ونتقابل في دروس وفيديوهات وشروحات جديدة بإذن الله. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله.